يا عاطف سويلم، خبير إدارة المياه والري بالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا. قمنا بتطوير ماكينة للزراعة على مساطب تزرع عدة محاصيل منها القمح والذرة، ونظرا للنجاح الكبير الذي حققته المكنة، فقمنا تطوير الماكينة إلى ماكينة جديدة تناسب محاصيل أكثر، قوية الهيكل الأساسي للماكينة ليناسب الأراضي اللي تكونش فيه عندها خدمة أو حرث جيد، حتى ما حصلش تكسير في الماكينة ويكون عمرها الافتراضي أكبر. كمان تم عمل تعديل في عمود التلقيم البذور اللي هو خاص بالجزء اللي بيزرع المحاصيل الكثيفة واللي بتزرع على ظهر المصطبة ليناسب محاصيل أكثر من القمح مثل الشعير والبرسيم والسمسم وغيرها من المحاصيل اللي بتزرع بكثافة. هذا التطوير خلى الماكينة بتكون اقتصادية أكثر، وبتكون يمكن المزارعين يقدر يستخدمها في الموسم الصيفي والموسم الشتوي. يستطيع المزارع ان هو يزرع بيها محاصيل تحميل، يعني محصولين او اكثر في نفس القطع الزراعية، او انه يعمل تسميد اثناء الزراعة في نفس الوقت، فبالتالي دي بتقلل من تكاليف العمليات الزراعية وبتقلل من وقت العمليات الزراعية بشكل كبير، وبتصبح اقتصاديات استخدام الآلة اكثر بكثير من النموذج الاولي اللي تم تصنيعه في السنوات الماضية.